حبيبي ان يوم انت ما جاي تفعل لك شيء خير تتحمل كافه الامور، يعني تعرف يعني العشاري وكذلك العشائر هم حقه. يقول لك انت مثلا نقلت ابني ايش ما ادري انت ضربته او انت قلبته او انت سببت الحادث. شوف يعني هذا اول مال يتحير القتله قالوا هذا مو جاي حرامي جاي عليه يريد يشوفه يريد كذا يفات من يمه. فلذا احنا في الوقت الحاضر برادنا كعشائر وكزعماء القوم نجلس لمناقشة هذه الأمور. إلا أن المشكلة تكمن في التدخل العشائري، تدخل العشائر السلبي في ذلك الأمر أدى إلى تنصل الكثير من الأشخاص عن هذه المهمة الإنسانية. تجد أن الشخص عندما يقوم بهذا الإجراء المفروض الكل المجتمع يقدم له الشكر والتقدير، إلا العشائر تجدها أنه تقوم بتهديده وتقوم بالضغط عليه.